عد وغلط عد وغلط. وطي الصوت يا بنت. جدي هذه رابع مرة وطي، لو بوطي أكثر ما راح أسمع شيء. طيب ليه ما تقفلينها أحسن؟ أقفلها؟ وبعديش بسوي؟ ساعديني ساعدي أمك. جدي إحنا تكلمنا بهالموضوع أكثر من مرة ما في نتيجة. الله يعين الرجل اللي بياخذك. إلا أمه داعيت له. ما أظن أبد لما داعي عليه اللي بياخذ دولاب. خالد ليه ما تسمعني انت؟ الحين انا مو مخلي لك موقف لحالك وخاص فيك ولا ما توقف فيه؟ الا ليه اوقف فيه؟ والمواقف اللي قدام البيت فاضيه. عاصف جدي السلام عليكم. مساك الله بالخير طلع. اوكي شايفك. عليكم السلام. علامك يا مهند. زهقان يا جدي زهقان. له كم يوم هو على الحاله؟ تقل قضوته ماتت. فال الله ولا فالك يا خالد. انا عارفه وش زهقان منه. وش اللي مزهقه؟ زهقان من صاحب السوبر ماركت. لا وانت صادقه يا لمياء، انا زهقان ومقهور لاني ما حصلت شغل ثاني. يبا هي منوف قالت ما عندها سواق يجي ياخذ الاكل؟ هي كلمتني من شوين وقالت ما عندهم سواق وحنا نرسل لهم الاكل دليفري طال عمرك. مهند توصل الاكل منوف؟ ان شاء الله يما. خلوا مهند في حاله. أنا وصله، بس عطوني قيمة التوصيلة. أشوف خالي بدأ يشتغل عليكم. على الأقل أشغل هالتاكسي. اليوم الحين ما لقى الزباين؟ إلى بكرة. زين إيش رأيك نشتري لك فان صغير لتوصيل الطلبات؟ فور ذا ديليفري. وخذ المرتب اللي تبي. يمه، تبين مشروعكم يفشل وهو ناجح؟ ليه يفشل؟ أنا أقول لك ليه؟ أولاً ما تدل شوارع الرياض. وثانياً على ما توصل الأكل إلا وهو برد. وثالثاً وهو الأهم إن شوفك على قدك. من ناحية شوارع الرياض خلاص بديت أدلها وأعرفها، ومن ناحية الشوف النظارة هذه أحسن بكثير من النظارة اللي قبلها. وبعدين أنت مش دخلك؟ تبين تقطعين رزقي؟ مو كفاية على أهل الرياض؟ وليه؟ وحنا مو من أهل الرياض. أدري. أنا الحقيقة ما عندي مانع إن ينضم سليمان لسطولنا الغذائي. تعرفين الولد نشيط وذويق، يعني نستفيد من قدراته. صحيح هو ضعيف انظره، لكن تدرين من يوم جابته المرحومة ما رضى الحليب، على طول قرصان وجريش. خبرة عندك كبير يا صار عمرك. ايش فيك مهند؟ ما فيني شيء، ما فيني شيء. مهند زهقان لأنه ما لاقي شغل. لا تزعل ولا تقهر روحك يمه، اللي لقيت هالوظيفة إن شاء الله بتلقى اللي أحسن منها. متى يمه؟ متى؟ بعد 4 ولا 5 سنين ثانية؟ ليش الأمر كم في من 5 سنين؟ شفيت يمه؟ ما في شيء. صاحب الشغل خلى علي أنا. أنا أوريك فيه يا مهند. مهند. سم جدي. بليز سيت داون. شو؟ أشوانها بنت ما هي رجال. لكن هالبنت هذه بتوريك ايش بتسوي بالرجال حتى يكون عبرة لأمثاله. شخصيتها قوية. احمد ربك يا مسيف ولا لو هو ولد ان كان طحت لك نصف جيرانكم. منى روحتيني. روحتيني. امي تبيك. تبيني؟ ايه تبيك. انا توني مستأذنة منها، قلتها ابي اذاكر شوي. يمكن رجعت في كلامها. روحي شوفيها ايش تبي فيك، وبعدين لوني منك انا اسمع الكلام باعتبار انها مديرتك. المدراء صاروا يخوفون هالايام وما عندهم يوم مرحميني. عن اذنك.
احنا ما احنا مضايقينك وبنخليك على راحتك، ويوم اللي تلقى الوظيفة المناسبة اتركنا. كلام امك يا مهند عين العقل. She's very right. بعدين هي مستعدة تدفع لك مور ذن اللي يدفع لك صاحب البقالة. زين ما قلتوا لي شنو تبون اشتغل بالضبط؟ الحسابات. تمسك الحسابات، المصروفات والمدخول، وتوزع الارباح والرواتب. وليه لا يا مهند؟ هذا حل مثالي لمشكلتك. بعدين وش دراك؟ يمكن هذا المشروع يصير مشروع كبير وناجح. انا شخصيا اعتبر نفسي من الان موظف معكم. اهلا فيك في مشروعنا يا خال. شوف يا سليمان يا ولدي، الفرصه اللي اعطتك اياها اختك اعتقد انها فرصه جيده، المفروض انك تحافظ عليها. جدي قبلك وانا، والحين خال سليمان وافقنا عليه بدون اي تحفظات. انضم لنا يا مهند، صدقني ما انت خسران اي شيء، على الاقل في الفتره اللي انت تدور فيها على شغل. شوف يا مهند، مثل ما انت محتاج للشغل احنا بعد محتاجين لك، والشغل كثير والحمد لله، والحسابات محتاجه الواحد يمسكها ويرتبها. ايش قلت يا مهند؟ قلت يا رجال لا تصير ضرار وتشرط. زين وتعطوني راتب زين؟ بعطيك المرتب اللي تبيه ونسبه من الارباح بعد. الصراحه عرض مغري. زين تحطون لي مكتب مثل جدي؟ الصاله مليانه يا ولدي، بس انا ان شاء الله ناويه ابني حجره بالحوش واخليها مكتب خاص لك وللوالد ولسليمان. اقول اخذ مكتبي، انا ما احتاجه بس احتاج التلفون. ها وش قلت؟ خلاص يا اخوي توكل على الله. خلاص على خيرة الله. زين بس ها على شرط، انا لازم انهي التزاماتي مع السوبر ماركت اللي اشتغل معاهم واخلص المده اللي هم اعطوني اياها. اتركهم يا رجال ما يسالون منك هالتقدير، خلهم بس. لا 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 يا خال لا، انا لازم اشتغل معاهم المده اللي هم طلبوها من عندي، على الاقل اخذ من عندهم شهاده خبره. خلاص خلوه على راحته. عموما انا ممكن يوم ما اشتغل معاكم في الوقت الحالي نصف دوام. اللي تشوفه. مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك يا جد. الله يبارك فيك. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا ابو. الله يبارك فيك. مبروك يا اخوي. الله يبارك الف فيك. مبروك. الله يبارك فيك. انا الحين فرحانه ومرتاحه ومتفائله. اهم شيء بس تاكدين لا يزعل بس رجلس. ليه؟ اخاف يقول ان ولدي اولى انه يشتغل معي. ابوي مو محتاجني يا جدي، معاه خالد، وبعدين مشروعهم ما يستحمل تعيين موظفين. أبو تأكدون يا هذا؟ طبعاً. أبو سيف عارف عن وضع مهند، ومع ذلك ما عرض علينا يشتغل معه. بالضبط يمه، ما يقدر، مشروعهم توه في بدايته. وحنا مشروعنا ما شاء الله عليه بدأ يعطي ثماره. يمه، الحين كم صار عددنا؟ أبوي وأنا وأنتي وسليمان ومهند. ونين، ثلاث ونات، أربع ونات. ما شاء الله صرنا خمسة. ولا تنسون الشغالة بعد. صرنا ستة. أكبر ما نصير 60 إن شاء الله. أكبر إن شاء الله ما يصير مشروعنا هذا أكبر مشروع في الرياض في هالمجال. إيه. بالمثابرة والعطاء والدوام. إن شاء الله. يثمر إن شاء الله. إن شاء الله. ألف الحمد لله والشكر لك يا رب. كمار. ايوه بابا. هات الكبيره ذي للخيمه الكبيره. هذا بابا؟ هذا هذا. اقول عمي ترى ثنتين ما تكفي، يلا ثلاثه واربع. ظاهر ما عندنا لها الثنتين. عاد الله يعينك. لازم تجيب مجموعه جديده من الزل. الله اكبر. من زمان وانا ما شريت زل، من زمان. وهذا الوقت وجاء. الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. هلا. اي نعم محل ابو سيف. مين يبيه؟ هلا هلا وسهلا. الحقيقة ألف مبروك على النجاح. نتيجتك مشرفة. الله يبارك فيك. كله بفضل الله ثم فضلك. طيب ممكن أكلم الوالد؟
مشكور. من هذا؟ بعدين. من غير بعدين. واضح انه خالد. الله يحييك. كله بفضل الله ثم بفضلك. طيب خليني اخلص المكالمة بعدين اوريك شغلك. ايوه. ماشي. مع السلامة. وانا ابوي مشغولة الحين بيكلم بعدين. لا قولي لي شلون خالد؟ وليه تسألين هالسؤال؟ الله يحييك. كله بفضل الله ثم بفضلك. لا بس حبيت اطمن على اللي عليه فضل بعد الله على اختي. حبيت تطمنين. الله يخليك. ها تطمنتي؟ اي ترى والي اي. زين سريري زين وحشني. خير وش جابك؟ يا اخي حنيت لايام العزوبيه. ها امداك؟ ايام العزوبيه لها طعم خاص. الحين لك كم سنه صاجنا ابعرس ويوم عرست ما صار لك كم يوم تقول لي حنيت العزوبيه ولها طعم خاص؟ يا اخي احس اني امثل وانا قاعد معها. ما احس اني انا. وشلون؟ يعني مضطر اسوي اني ثقيل، اسوي نفسي اني مهم. ولا الحين ما بعد اكتشفت حقيقتك؟ تصدق لا اكتشفت انها غبيه. يا شين اللي يستعجل في العرس. سيفو ترى انت قاعد تقول كلام كبير. لا تبطل عن النعمه اللي كنت تتمناها من سنين. ترى البطره مهيب زينه. اشوف صرنا نتكلم كلام عقال. الله يرحم ايام زمان وايام تهورك وطيشانك. نسيت يوم شغلتني سواق عندك ولا نسيت يوم بغيت تكون مدمن؟ ها الله وش اقول وش اخلي. خلي ساكت بس. اوه أشوفك قويت عقب ما عرست. طبعاً وراي مرة هالحين ما أدري بالحالي حبيبي. وبعدين هالرأس اللي تخوفني به ترى صار موضة قديمة. خلاص ما عاد تخاف منها؟ إلا بس أنا أقدر نحاش عند مرتي وأنت ما تقدر توصلني هناك. يا الجبا من جبن سلم حبيبي. هي قلب على كيفك في الأمثال. ما عندك أحد يحاسبك. أقول له حسام وسمعت بآخر خبر. وشو؟ ما ندوا أشتغل مع الوالدة. داري ما تذكرك الوالدة بأمريكا؟ أمريكا؟ أيوة والوالد يذكرني بروسيا. أوفف يا ولد أنت صاير ما تستحي متهور والكلام هذا ممكن يوديك في داهية. أنت بتقول لأبوي ترى أنا أعرف كنت ما تسكت على شيء طوالي. ما أضمن لك حسب الظروف. يا أخي ما أدري ليه أنت ولميا عندي إحساس غريب أنكم تنقلون الأخبار مباشرة للوالد. سيفو لا تتهور لا تنسى أني ماسك عليك ذلة. أقول حسام سمعت آخر نكتة؟ وشي؟ في واحد طلب الاتصال بصديق طبعا يوم اتصل عليه قال للمذيع بالله قل له نايم. قديمة عارف من يوم ما عرست أنا ما عاد أطلع من البيت. المفروض أنك تمررها. ماشي بس ممكن تضف وجهك وتروح لمرتك وتخليني أقعد أذاكر. أقول ترى أنا جالس في حجرتي وعلى سريري. كانت حجرتك الحين حجرتي بالحالي. من متى؟ من يوم ما حضرتك عرست. عموما ترى حجرتي هناك أحلى من حجرتك ألف مليون مرة وتراها بعد جديدة. إلا على فكرة يا سيف أنت شلت الباغات اللي على المراتب اللي يوم يجيبونها وهي جديدة كانت عليها ولا لا؟ لا طبعا بوراقها. تبي جدتها تروح؟ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستاند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول.
في رمضان ابدا رحلتك لحياه متوازنه مع سنترم. توازن ذهني، توازن جسدي. ثق في سنترم اللي يوفر لك 26 نوع من الفيتامينات والمعادن ليكمل احتياجاتك الغذائيه في الشهر الكريم. خلي حياتك متوازنه مع سنترم يوم بعد يوم. ابي اعرف وش سبب هروب الزبائن من ذا المحل. ما ادري طال عمرك، فجاه لاحظنا ان عدد الزبائن صار يقل شوي شوي. هذه مصيبه. انت متاكد ما حد فتح محل سوبر ماركت حولنا جديد؟ لا طال عمرك. طيب وش سويت بموضوع الاعلانات التجاريه؟ شغالين فيها وبتنزل بعد كم يوم. طيب لا تنسى تشيروني للتخفيضات. ما راح ننسى طال عمرك، وبعدين انا بعرضها عليك عشان تعتمدها قبل ما ننشرها. يا ناس يا عالم، ابي اعرف وش السبب. تبين الجد؟ ما كنت أتصور إن الإشاعة اللي طلعناها لها أثر قوي كذي. إيه؟ يقول مهند إن المحل شبه واقف. طبعاً يا ماما، ما خلينا وسيلة وما روجنا فيها الإشاعة. أقوى شيء كانت رسائل الموبايلات والإنترنت، هم أثروا بالحيل. أعجبك حبيبتي لمية لين بغت تخطط، ما حد يقدر يوقف بويها. اللي يستاهل والله. ما شفتي حالة اخوي مهند يوم يامن عنده عقب ما طرده؟ خليه يستاهل. اللي ما في خير في ديرته واهل ديرته ما في خير بحد. خليه يذوق طعم الذل والقهر علشان يكون له درس عمره ما ينساه. زين يلا مع السلامة. برافو عليك يا لمية. اللهم لك الحمد، الحمد لله. خوش طبخة. تسلم يا دم سيف. حتين وعافية. على قلبك. تسلم. اللي حليته. زين أقول لك لمية، ترى ملينا مباريات ما نبي. اطمن ما في مباريات الحين. لا في مباراة دوري إنجليزي. على الهواء؟ لا مسجلة. مسجلة يعني قديمة، وش تبين بها؟ على الأقل تستفيد من اللاعبين المحترفين. زين وإذا استفدت يعني شو بتسوين يعني؟ تلعبين كورة؟ لا بس أدرب هالخوم وعيالك. أقول خصي لا تعمين، وبعدين تراكي زودتيها شوي. تنكرون إني أنا استلمتكم فريق خالص منتهي وإنكم الحين أحسن فريق في الحواري؟ أنا شخصياً أعترف وما أنكر إنك أنتي أحسن مدربة. بلا برداكم، انت ليه ما تصيرين حرمه زي اختك؟ وين قالك اني بصير حرمه؟ انا مبسوطه كذا. انا بس نفسي اعرف اذا اعرستي وش بتسوي؟ ما بتسوي شيء، تخلي رجلها هو اللي يطبخ. تسويها لمية. منى وين امك؟ هذه جايه وراي يبا. اخي ولدي ما يجي هالوقت الا وانا هلكان. يحبك يا ام سيف. طول النهار وانت واقف على رجلك. يعطيك العافيه بنيتي، حقيقه انك مره اخت رجال، وقفتي جنب زوجك وقفه رجال. عساه يبين بعين بعض الناس. ترى المقصود انا. تارين طال عمرك. ضمن الشخصيه. ديمقراطيه. وشو؟ حكي من هالحكي اللي تعلموه من الاجانب. باركت المهند؟ دريت انه اشتغل معانا؟ اي بارك له. اقول ما شاء الله عليكم سيف، ما شاء الله ما شاء الله، ما خليتي احد. حتى انا بعد ابو سيف انضميت له. ايش ناوي عليه يا ام سيف ها؟ ترى سيف طال عمرك يقول ان الوالده كنها امريكا. صدق في هذه، صدق. حاطه يدها على كل شيء. بس ترى ما قال انك روسي. احترم نفسك. بس تبي الجد يبا؟ شغل مهند مع الوالدة أرحم له بكثير، على الأقل ما رح يحس إنه مستقبله متعلق بيد واحد ما يرحم. أقول يا أبو الشباب، ترى أنا في الكلية قاعد أسمع كلام مو بزين عن السوبر ماركت اللي تشتغل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وش سمعت؟ وش سمعت قول؟ يقولون هذا الرجال صاحب السوبر ماركت نصاب، يلعب تاريخ صلاحية المواد هذه اللي
الغذائيه اللي بيها، يشيل اذا انتهت صلاحيتها يشيل التاريخ القديم ويحط تاريخ جديد. اوف ايه مره قويه هذه. طبعا تصدق عاد عشان كذا انا اشوف زباين السوبر ماركت ما هم زي اول مره قليلين صايرين. انت الظاهر ما تروح تداوم تروح تنام في السوبر ماركت. لا لا يا حبيبي اشاعه اقول لك ماليه البلد، وبعدين الانترنت موجوده. انترنت؟ ايه حاطين صورتي؟ لا حاطين رقم فنيتك بس. لا 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 حتى انا بعد ترى سامع في الاشاعه ذي. وش جابك انت؟ شلون تخلي مرتك لحالها؟ اوه نامت من ساعه كانها دجاجه. وصدق يا مهند هالكلام؟ مدري يبا. اجل وشلون طلعت هالاشاعه؟ بس الواضح انها مره قويه. تاثير على صاحب المحل مره قوي يبا. يعني تخيل الدخل اللي كنا ندخله بيوم واحد الحين ما ندخله حتى باسبوع. مشكله. المسكين. ولا مسكين ولا حاجه. خله يستاهل. هذا ذنبه في مهند. اوه اختي الشريره موجوده؟ تصدقين ما شفتك. لميا انا شاكه فيك. وش قصدك؟ بدون لف أو دوران؟ إي أنا مصدر الإشاعة. وش تقرأ يا خالد؟ أبد هذه قصة كاتبتها منى. من وين جبتها؟ عمي أبو سيف أعطاني إياها عشان أقراها، وبيني وبينك مرة عجبتني القصص؟ ها؟ إي مرة حلوة. قل لي بصراحة يا خالد، انت فعلا تبي تخطب منى؟ بصراحه يما انا حاسس ان منى هي الانسان اللي ادور عليها من زمان. مع انها مطلقه؟ انا ما اشوف ان هذا عيب ابدا. بعدين مو هذا الشيء اللي شاغلني ولا مخوفني. اجل وش اللي شاغلك يا ولدي؟ انا خايف انها تصر على السكن في بيت مستقل. يما معنيش هالمره. وش معنى هالمره؟ على الاقل هالمره انت شاري البنت وعجبتك، وحسب ما اشوف انها شغلتك بعد. ولو لا يمكن اتنازل عن هذا الشرط. صدقني يا خالد البنت تستاهل وما تفوت. بنات الدنيا كلهم ما يعوضوني عنك يا اغلى الناس. واذا منى ما قدرت هذا الشيء تاكد اني ما راح اندم عليها. لا تقهرني يا ولدي. ما عاش اللي يقهرك يا غالي. بدل لا تخافين. الواحد ما له الا اللي الله كاتبه له. ونعم بالله. طيب على الاقل نخطبها علشان نعرف بدل ما نقعد معلقين كذا. مو بالحين يما. ودي اصبر شوي. إلى متى؟ إلى ما عجلة الشغل تدور. الله يكتب لك الخير يا ولدي. تبي شيء؟ أنا بدخل أنام. سلامتك أمه، تصبحين على خير. وأنت من أهل الخير. لميا شريرة بالفطرة. أقول يا شريرة من وين جبت ذا الفكرة؟ لميا ما يعقها شيء. الواحد يخاف منه. زين اقول لك لميا انت من متى طلعتي على الرجال الاشاعه؟ من متى؟ من يوم اللي قال لك انه مستغني عن خدماتك هو قاهرني. على فكره دافع لميا هنا قهرها على اخوها، وهذا جانب انساني اخوي متخفي. انا قلت لكم ان لميا طيبه، ما حد صدقني. اي طيبه؟ اي طيبه؟ خربت بيت الرجال وتقولون طيبه؟ وانت تنفذين مخططك هذا ما حسيتي بتأنيب ضمير؟ لا هذه لميا طال عمرك اشرس وحده في الرياض، إذا نوت شيء ما حد رادها. يعني خربت بيت الرجال وقعدت أحسن يستاهل. ولما تبي يستمر هالموضوع؟ لا انسى يمه، الرجال وضعه عشان يتحسن يبي له سنة قدام. سنة؟ ويمكن أكثر يمه، يمكن أكثر. مسكين. تدرين يمه قاعد يسوي تخفيضات ومنزل الأسعار ويسوي إعلانات علشان يجيب رجل الزباين. بصراحة يكسر الخاطر. لبيوه إلى ما الحين أنت مصرة على موقفك؟ إيه هو اللي سواه في مهند شوية؟ تعالي تعالي بوريك شو بسوي. تعالي تعالي يبا يبا لا تهور، ترى تروح تطلع عليك شاع أنت الثاني بعد. احترم نفسك. وسيف خلها زين ما سوت شيء. سامح يبا لم يا أختي ما سوت شيء، تعاطف متخفي مثل ما قال أخوي حسام. وتروح تخرب بيت الرجال؟ لا وما خلت شيء وما استخدمته في حربها، طوعت كل وسائل التكنولوجيا لصالح ترويج الإشاعة. لهالدرجة الإشاعات مؤثرة؟ وأكثر يمة وأكثر. في الحروب كانوا يستخدمونها كواحدة من وسائل مواجهة العدو. أنا قلت لكم البنت ذي مهيب سهلة. تعالي 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 عشان تضربني؟ أجل عشان تغزل برشاقتك؟ تعالي يمة قولي لا لا يضربني. خلاص يا أبو سيف ضربك لا مو مسوي شيء. أجل أسكت عنها؟ هالبنت خطر على المجتمع، لازم التأدب.
الصراحة لمية معها حق، يا كثر الإشاعات. تنتشر أو ما تنتشر، المهم إنها ما تنتشر من بيتي أبدا. خلاص يا أبو سيف، هدي نفسك يبا، خلي البنت تنزل. أنزل يبا؟ يا يبا تكفى، خلاص خلاص خلها تنزل، خلنا نسمع السالفة. ما شاء الله عليكم أخوان، ما شاء الله. يبا الله يخليك، سامحها هالمرة بس علشان خاطري، أختي لمية ما سوت شيء، كل اللي سوته إنه هو تعاطف أخوي إنساني متخفي مثل ما قال أخوي حسام. أنا بعرف من جابت هالفكرة. بعد ما شفتوا شيء، إذا تبوني أخطط لمساعد ترى ما عندي مانع، بس عطوني 72 ساعة وأنا أقضي عليها. تقول انزل، تقول انزل، خليك في هاللحظة فوق أحسن لك، خليك فوق. خلاص يا أبو سيف هون الموضوع وخلي البنت تنزل تجلس معنا. يبا شوف منظرها يكسر الخاطر. يبا يبا خلها تنزل، ما يصير تعامل مدربتنا بهالشكل. احترم نفسك. ان شاء الله. اقول يا شباب، انا اعرف شخص يقدر يقنع. مين؟ خلاص يا ابو سيف خليها تنزل عشان خاطري. مشكلتي انك انت نقطة ضعفي، ما اقدر ارفض لك طلب ابد. احلى يا ولد يا مؤثر. ليش في احلى واجمل من هالواسطه؟ ما في. يا يبا لا تخلي المره تسيطر عليك، اسال مدرب. لحقت تصير مجرب الحين انت وجهك؟ رسوني على بر، انزل ولا اروح حجرتي؟ عموما لو ما نزلت انا بطلع معها. انزلي يا لمية، يلا انزلي. خلاص يبا انا بوجههم سيف، مو تضربني. وهي روسيا تقدر تعاند امريكا الحين؟ سيف يلا انا تاخرت بروح عند مرتي، تصبحون على خير. ترمي الكلمه، تبي تروح؟ يما الحقي علي. روسيا ها؟ روسيا ها؟ بصراحه لمية شقيه بالحيل. يو يا خالد ما شفت شيء بعد، ما شفت شيء. ها وش سويت لها؟ ابد، طردتها من الجلسه بس كلهم تصطوا لها. بصراحة يحق لهم يا عم، أحلى شيء في الدنيا الجو الأسري. أي طبعا، ما في أحلى من لمتنا مع بعض وسوالفنا وضحكنا وجلستنا. جو دافي يا خالد دافي. الله يديمها عليكم يا عمي. آمين آمين يا رب، ويعوضك بزوجة وعيال يبلون عليك الفراغ. الله يسمع منك. إلا قل لي يا خالد، يعني معقول الإشاعات اللي طلعت من عندي من بيتي من غرفة لمية هي اللي أثرت على صاحب البقالة اللي يشتغل فيها مهند وتسببت له بكل هالخسارة؟ معقولة ونص يا عمي، الإشاعات ممكن تكون مدمرة. شيء يخوف يخوف يا خالد. تصدق من يوم ما عرفت بالحكاية وأنا قاعد أفكر أقول يعني بهالبساطة بس مجرد إشاعة تطلع من واحدة طايشة تأثر بهالشكل؟ والأمر يكون أسوأ لما يتعلق بالأشخاص أنفسهم، سمعتهم، حياتهم، أخلاقهم. أفهم من كذا يعني أن معظم الكلام اللي نسمع بين فترة وأخرى يعني عن فلان ولا عن علان ولا عن محل الفلاني ممكن يكون إشاعة؟ طبعاً ممكن يا عمي، ويا كثر الإشاعات ويا كثر وسائل ترويجها، التلفزيونات، الإنترنت، حتى التلفونات. حسام حسام هاتف، حسام جيب الفوطة. على فكرة رياضتك مو عاجبتني اليومين، لازم تركز بهالموضوع. يلا صباح خير. صباح النور. أبغى فوطة. وين فوطتك؟ خطفها حسام. تصدق عاد أنا لوني منك ما أستخدم الفوطة من بعد حسامه، أرميها بالزبالة على طول. حتى لو غسلوها؟ حتى لو نقعوها بمطهر طبي. فكرة زينة، أبى أفكر فيها. مركيف توقفون إلا في الممر؟ يبا ننطر حسام على ما يطلع من الحمام. صباح الخير يبا، صباح الخير. صباح النور.
الناس عندهم حمامات بالغرفة، مو مضطرين ينطرون أحد، خلف الله علينا. قال لي سمعت واحد يتكلم. مهند يبا. أنا؟ ما قلت شيء يبا. ليش هالانفعال؟ نسيت أن هناك فرق في الأصوات؟ صح، ما جت على بالي هذه. إذا هذه راحت عن بالك، إيش بقى فيه؟ يبا، ممكن أستخدم حمامك؟ لا، أنا ما أحب أحد يستخدم حمامي. ليش يا الله؟ قالوا لك جربانة؟ لمياء، احترمي نفسك. صباح الخير إن شاء الله. قلت لا، يعني لا. يبا هذا يسمونه حكم قرقوش. عيب لمياء، عيب. حد يكلم أبوه بهالطريقة؟ في غلط. اسكت عادي أبو القطاوة. يبا تسمح لي أمدد عليها؟ تقدر؟ لا طبعا. أجل انثبر واسكت واحترم نفسك. سام طال عمرك. أنا الأول. على فكرة يا مهند، إذا عندك شغل تقدر تخلصه، لأني ما وعدك إني أنا راح أخلص الحمام قبل نص ساعة من الحين. طب شيل الفوطة وخليني أنا أدخل الأول. حلم عن إذنك. لمياء. أقول يا مهند، أنصحك تستخدم حمام من حمامات جدي، لأن هذه صادقة في كل كلمة قالتها، تراها شريرة. وأنت يعني اللي طيب؟ أنت السبب، أنت اللي أخذت من شفني عسام. عسام كلمني. اللي داعي على أمه يطيح بين يد واحد من الاثنين.